ده كلام كبير قوي قوي يا إسراء. كيف تكون صاحبتك وتعمل فيك كده؟ حلال فيها الموت؟ طب لو حد خد خبر فيها موتي، فيها موتي وموت البنت الصغيرة دي. ما فكرتيش كيف؟ مخك كان فين؟ صاحبتي يا نادرة، ما كنتش مدي اخوانا صاحبتي، ولا كنت دريانة بحاجة أصلا. طب عايزة مني إيه دلوقتي؟ أنا واقعة في عرضك وعرض جوزك. شداد هيعمل لك إيه شداد؟ يهددها يحرقها. يا نادرة أنت ما ترضيش الفضيحة دي. يا سبحان الله على الدنيا واللي بيجرى فيها. بيجي فيه ناس تعمل بلاوي أكتر من نهب اللي أنا بعمله. ربك حليم ومسطار يا شداد. طبعاً وغفور رحيم كمان. لو كنت بتحبني صح لازم تساعدها. يا أبوي على طيبة قلبك يا ندرة، بعد كل اللي عملوه فيك ده عايزة تساعدنيها؟ بعد موت بلال بقيت في صفي. إيش قد غور، كفاية إنها من ريحتهم. أنا حبيتك عشان نخوتك ورجولتك. أنت قلت إيه؟ قلت فين؟ دلوقتي ما تقولي قلت إيه؟ عشان الكلام الحلو اللي أنت قلتيه ده يا نادرة أهد لك الدنيا دي كلها فوق بعضها. حبتيني يا قلبي. طب أقول لك التليفون اعتبريه عندك هو كمان دلوقتي. اعتبريه عندها مش عندك. حالا هيجي. يا ابوي يا قلبي يا ابوي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.